الخامس من أركان الإيمان. يتخانو أركان الإيمان إيمانم ششر. الإيمان باليوم الآخر يعني بكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. يتخانو شقر إيمان قيمة ماخو قيمة ماخور وفش خنر. أبب صوري قخاتو تزخر زخوزانو طلعنا وش زخوزانو عاري خاتش. الخلق يموتوا. ستخوة دا خلقري ستخوة دا قغجاري صجنوش. ثم في القبر نسأل أسئلة ثلاثة. إيطانا قبرم ديحانا وج قطشة وبشانوش وبشو ش. كذلك في القبر يكون نعيم نسأل الله من فضله وكون عذاب نسأل العافية والسلامة. أو دا قبسو ديفاش مخ قبرم ديحانا وج أبش أنوش يي عذاب يي نعيم أبتخم دنيم زرتي تام يسلتاو زرخوا زجنور. ثم سنبعث بعد الموت. عجّة دي فشمخ أهل حشكم دق زريغة جنور. الجنة النار. جنتر جهرنمر آخر دي فشمخ. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. بسوري تخلط لجانا وج أبي حطار أرب سوري إيمان بيوم الآخرة أبقى خاتوراش أبقى خاتوراش.